السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. رمضان مبارك. اليوم تشكيلة ديال العصائر الاقتصادية ولذيذة بزاف، إلا بغيتو تكتشفوها خليكم معايا حتى لآخر الفيديو. ما تنساوش ليا اللايك وتشجيعاتكم في التعليقات. وبالنسبة لهذا العصير هذا كنحتاجو ليه جوج ديال الحبات ديال الباربا أولا البيتراف، حبة ديال الليمون، من الأفضل يكون هذا النوع هذا ديال المندرين، وحبة أولا جوج ديال الموز غادي نقيهم ونقشرهم. بالنسبه للباربا الا كان الخلاط ديالكم ما كيطحنش مزيان اختو انها تبقى باينه، فسلقوها غير نص سلقه اولا بخروها. بالنسبه لي انا الطحن ديالي كطحن مزيان، فكنستعملها كنديرها غير خضره باش هكذا كيبقاو فيها الالياف ديالها، وكذلك كتبقى فيها القيمه الغذائيه، وحتى المذاق ديالها كيجي احسن الا كانت هكذا خضره ما مسلوقاش. الليمونه حتى هي قشرتها، حيت لي هذاك القشره البيضاء، وغادي نقطعها طرف باش نتاكد ان ما فيهاش يعني العظام. حاولوا انكم تاكدوا، لانه الا تطحنوا فيه العظام فكيجي العصير مر ما كيجيش مزيان. كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضعوا فيه الباربا كما شفتوا راه ما مسلوقاش، زائد الليمون اللي قطعناه دوائر، وغادي نزيدو معاه حبه ديال الموز. عندي هنايا الموز دائما محتفظه به في المجمد باش كيعطينا الحلاوه العصير، وكذلك القوام اللي كيكون خاطر. غادي نزيدو الكميه ديال الماء على حسب الذوق وعلى حسب الخطوريه اللي بغيتو تحصلوا عليها، وغادي نطحنوا العصير مزيان. الا كان عندكم خلاط اللي ما كيطحنش ضروري ما تصفيو العصير، الا كان الخلاط ديالكم كيطحن مزيان فكتكتفي به غير هكذا، تستافدوا من جميع المنافع اللي كتجي في الباربا. وهذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا، كيجي خاطر، المذاق ديالو رائع، كنتمنى تجربوه. وغادي ندوزو للعصير الثاني اللي كنحتاجو ليه في المقادير حبه ديال الخيار، شويه ديال الخس، وواحد الياغورت بالنكهه ديال البيستاش ضروري. غادي ناخذ الحبات ديال الخس نقطعهم هكذا قطع صغيره، تقريبا واحد 3 ديال الوريقات ديال الخس. وبالنسبه للخيار فخديت غير النصف ديالها، حيت ليها شويه من القشره وقطعتها حتى هي طريفات. غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي غنوضع فيه جميع المكونات، غادي نزيد الكاس ديال الياغورت اللي بنكهه البيستاش، ممكن تضيفوا السكر على حسب الرغبه، انا اكتفيت غير بالموز هو اللي حليت به العصير، وضفت الكميه اللي بغيت ديال الماء. كما قلت لكم الماء كيبقى على حسب القوام اللي بغيتو تحصلوا عليه، واش بغيتو العصير يكون خاطر او لا يكون خفيف. كنطحنوا العصير ديالنا مزيان، وضروري ما تصفيو العصير ديالكم من قبل. انا ما كنصفيش لان هاد الخلاط كيطحن مزيان، يعني ما كيخليش نهائيا حتى شي تفرتيت في العصير. العصير كيجي القوام ديالو بحال هكا، كيجي خاطر، وقد ما بقى في الثلاجة كيزيد يختار، كيجي مذاق ديالو بنين بزاف. وغادي ندوزو الاقتراح الموالي. خديت هنايا واحد الحبه الجزر اللي قطعتها قطع صغيره، درت معها واحد طرونش ديال الحامض، ودرت معها شويه ديال الماء، ودرتها فوق البوطه حتى تسلق. غادي نسلقها غير نص سلقه، ما طيبوش الجزر ديالكم بزاف باش ما كيتغيرش المذاق ديالكم، وكيجي المذاق ديالو ما زوينش في العصير. خديت هنايا هاد الليمون، هاد المندرين، هذا راه باقي متواجد في السوق، الثمن ديالو يعني ناقص. غادي ناخذ تقريبا عندي هنايا واحد الخمسه ديال الحبات او اربعه ديال الحبات يكونوا كبارين. غادي نحيد لهم القشره، وكذلك نتاكد ان ما فيهمش العظام، نحيد لهم حتى ديك الجلفه البيضاء اللي كتكون. غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه الحبات ديال الليمون طبعا حتى تتاكدوا من انهم ما فيهمش العظام. غادي نزيد عليهم الجزر اللي سلقته مع الماء ديالو، نخليوه حتى يبرد طبعا، ودائما كنحلي بالموز، ممكن تزيدوا السكر على حسب الرغبه. انا هنا درت تقريبا 4 ديال الحبات ديال الموز، لان الموز اللي عندي الحجم ديالو صغير. الا كان عندكم الموز الحجم ديالو كبير فتكتفيوا غير بجوج ديال الحبات ديال الموز. كنطحنوا العصير كما العاده مزيان،
وضروري ما تصفيو العصير ديالكم باش تحصلوا على داك القوام اللي كيكون املس وما فيش نهائيا الشوائب. كالعاده انا الخلاط ديالي كيطحن مزيان فما كنحتاجش انني نصفي العصير نهائيا، كيجي القوام ديالو خاطر والمذاق ديالو رائع. كنتمنى تجربوه فعلا كيجي زوين بزاف. وغادي ندوزو للعصير الموالي اللي كيعشقوه الكبار والصغار. خديت انايا نصف لتر ديال الحليب، غادي نزيد عليه واحد الساشي ديال الفلو بنكهه الشوكولا، غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر حبيبات، نخلط الكل جيدا وغادي نوضعهم على البوطه تقريبا واحد دقيقه حتى يغلى ليا الخليط، وغادي نزولو من فوق البوطه، غادي نخليه حتى يدفى مزيان وغادي نوضعو في الثلاجه نخليه حتى يتماسك. وهذا هو القوام ديالو، يعني القوام ديال الفلون العادي من بعد ما تماسك. غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه هذاك الفلون اللي وجدنا. هاد العصير بالخصوص كيعجب الوليدات الصغار لانه كيجي بحال واحد العصير كيتباع معلب. غادي نضيف نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد طبعا من الثلاجة، وغادي نزيد حبة ديال الموز اللي تكون حجم كبير. غادي ندخل نطحن المكونات مع بعضها جيدا، وها العصير ديالي واجد، كيجي خاطر بزاف، وقد ما بقى في الثلاجة فراه كيزيد يختار. ممكن تزيدوا ليه الماء الا بغيتوا يجي خاطر يعني خفيف اكثر، كيجي مذاق ديالو بنين بزاف وكيستحق انكم تجربوه فعلا. كيجي بحال هذاك العصير المعلب ديال الدراري الصغار اللي كيتباع عند المحلات. وغادي نقترح لكم اخر عصير اللي كنحتاجو ليه تقريبا واحد خمسة ديال حبات ديال الليمون الخاص بالعصير اللي كنعصروهم كنخرجوا العصير ديالهم. بعد خديت الكاس اللي غادي نقدم فيه العصير، درت هنايا واحد الحبه ديال الخيار اللي زولت ليها القشره وخليت ليها واحد شويه كما شفتوا في الجوانب، زدت جوج حبات ديال الموز وحبه وحده ديال الكيوي. انا كان عندي في المجمد، الا كان طري كيكون افضل، حبه وحده فقط. وغادي نزيدو العصير اللي استخرجناه، نفس الكميه ديال العصير غادي نعمروها ديال الماء يكون بارد طبعا، وغادي نطحنو الكل. انا هنايا استعملت ميكسور بلونجون لانه فعلا كيسهل، يعني كطحنو ديريكتومون في الكاس ديالكم، والعصير ديالي هو جا رائع، كيجي بحال الا كله خدمتوه بالكيوي. المذاق ديالو زوين وحتى الشكل. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، خليتكم على خير، بسلامة.